تتويجاً للسياسة التي تمضي فيها الجزائر للنهوض بمجال صناعة السيارات، تم إطلاق عملية تسويق أولى سيارات العلامة الإيطالية فيات التابعة لمجمع ستيلانتس بهدف تموين السوق الوطنية بالمركبات من خلال البيع والتصنيع. والمجهودات هذه راجعة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية اللي أكد عليها عدة مرات باش نخلينا في نخرج نهائيا من هذا القطاع اللي كان مدبدب منذ حوالي 4 سنوات اللي ما كان فيه استيراد اي سياره للجزائر. اليوم الحمد لله ننطلقوا بتسويق اول سياره، ولكن المهم لنا هو تصنيع سيارات هذو في المستقبل ان شاء الله. Il y a eu le dépôt de 73 demandes au niveau de notre plateforme. C'est un dépôt numérique, c'est pour garantir la transparence. Alors, il y a 19 concessionnaires donc qui ont demandé d'être dans les matériels de travaux publics et le reste concerne tous les différents types de véhicules et jusqu'à ce jour, il y a eu donc l'octroi de 35 agréments provisoires. Et 3 intimédettes nihaïa et 3 agréments définitifs. Donc c'est ces opérateurs-là qui ont la possibilité de lancer à partir d'aujourd'hui la commercialisation des véhicules. شركة ستيلانتس الجزائر التي تقوم بتسويق 6 طرازات، 3 منها سياحية و3 نفعية، يتراوح سعرها ما بين 2.6 مليون و4.6 مليون دينار جزائري، تطمح لتحقيق مبيعات تقدر بأكثر من 50,000 سيارة فيات خلال السنة الجارية، ويتم أخذ الطلبيات ابتداء من 21 مارس. تعنى أنه في الشهور الأولى حنطلعوا في يعني نساعدوا في الكميات المستورده حتى نوصلوا من 4 شهور حتى 10,000 سياره في الشهر ان شاء الله، من 4 شهور ان شاء الله تكون الاستيراد راح يكون في مستوى المطلوب ان شاء الله. اول سياره تسوق في الجزائر هي سياره فيات 500 هايبريد هجينه. السعر الاول بتاعها هي طرازين، طراز هجين من النوع الاول يكون سعر تحت 2,635,000 دينار جزائري بحساب كل الرسوم. والطراز الثاني نفس هي سيارة دولتشي فيتا هجينة ويكون سعر تاعها 2,995,000 دينار جزائري بحساب كل الرسوم. Nous démarrons aussi avec un réseau de distribution après-vente et pièces de rechange robuste, un réseau de distribution véhicules robuste. Nous allons couvrir 28 wilayas, 30 points de vente immédiatement et 40 d'ici la fin de l'année. Nous avons déjà 360 vendeurs, 1200 collaborateurs après-vente. Nous disposons de 50 000 références pour les pièces de rechange avec une zone de stockage de 15 000 m². Tout cela pour garantir la disponibilité et l'excellence du service aux clients. هي خطوة أولى في انتظار تجسيد مشروع صناعة السيارات في الجزائر، مشروع استراتيجي سيسمح للمواطن باقتناء سيارات بمعايير عالمية من جهة، والنهوض بالإنتاج الوطني في قطاع الصناعة من جهة أخرى.